صباح الخير. قلنا صباح الخير والصباح لله. صباح الخير. فينا نحكي كلمة؟ لا أنا مستعجلة بعتذر. في وصلي؟ بعرف أوصل لوحدي. على المستشفى؟ وعارف كمان؟ أنا بعرف كل شيء. وشايف إنك شلحت الأسود كمان. أنا مش عارفة عن شو عم تحكي. والدكتور ما عاد موجود لحتى يحميك مني. أي دكتور؟ أنت عارفة كتير منيح عن أي دكتور عم بحكي. بس على كل حال مقبولة منك تعملي حالك مانك عارفة شيء. إذا بتريد يا حضرت. أحسوبك زهير. أي إذا بتريد. أنا مستعجلة. ماني معودة أحكي مع ناس ما بعرفهم ولا حتى بدي أتعرف عليهم. زيح من طريقي. ما عرفت السبب. اللي عرفته إنه راحت لعند داي وعملت لها عملية إجهاض. وهشيت سبب لها بنزيف حاد. نزيف قوي كتير. وهالنزيف تسبب بوفاة زينة. زينة ماتت. صدمة كبيرة. كبيرة كتير. أنا عارف بس يا سلمى أنا خبرتك بالأول. تنلاقي طريقة نخبر فريد وليلى. صحيح أنا وزينة ما كنا أصحاب. سبت ما بنت خالي. مشان هيك لازم تكوني حاضرة لتوقفي حد مرت خالك. المهم هلا دكتور وليد رح يروح معك على بيت خالك للأسف تنقلوا لهم هالخبر البشع. بدي احكي معك بموضوع زهير. هيدا الزلم مش رح يحل عنا قبل ما يوصل للي بده اياه. انت مستعدة تعطيه اللي بده اياه؟ لا اكيد لا. مثل ما بتعرف انا مش قادر احميكي منه. انا ماني بحاجة لحدا يحميني. انا قادرة احمي حالي الا ما لقيت طريقة اخلص فيها من زهير. بعدين انا رح ريحك مني. رح لقي محل وفل من هون. انا لقيت لك المحل. لقيت لي المحل وين؟ بقبله عند باتريك. عند باتريك؟ أنا برأيي لقيته إنه هيدا أنسب حل. بعت مكتوب لباتريك شرحت له فيه كل شيء عم بيصير معنا. فعلى العملية إني تطلعي تعيشي عنده. بس مثل ما بتعرفي ما فيك تعيشي أنت وياه تحت سقف واحد إلا إذا كنت مرته. باتريك وافق يتزوجك بس بشرط إنه يكون زواج صوري، يعني على الورق وبس، لأنه هو بيحبها لزينة ومش قادر ينساها. اعتبري عم بقدم لك خدمة حتى يريحك من زهير. وأنا برأيي هذا الحل الأنسب، لأنه وقت اللي بتبعد شوي عن الجو بلكي بيحل عنا زهير وبيتركنا عيش حياتنا. إذا عرف زهير بهويتك الحقيقية مصيبة، بيعرضنا كلنا للخطر. وانت بتعرفي ليلى ضعيفة ومش قادرة تحمل صدمة جديدة. إذا ما بدك تقبلي كرمالي على القليل اقبلي كرمال حالك وكرمال ليلى، لأنه ليلى مش قادرة تنصاب بانهيار عصبي جديد بسببك. بكفينا كل اللي صابنا بسببك حديت اليوم. فكري منيح بالموضوع وبعرض باتريك. يا بتوافقي وتكوني عتقتينا من هالزلمة يا أما الله أعلم شو بصير. رح بتركك تفكري لوحدك بس بتمنى عليك ما تاخدي وقتك بالتفكير لأنه الوقت مش لصالحنا. ولا كلمة! أربي! صحيح!
اطلعي في مفاجأة ناطرتك. هلا بتشوفي شو بدنا منك. وينك يا حلوة؟ وين مخبية علي؟ انت هون؟ هي اقترب صوبي. لكن شو جبتك اعمل هون؟ واخيرا رح تكوني لالي. انت هون. رح تكوني لالي ورح اخذ منك كل اللي بدي اياه. كل اللي بدي اياه. شاهدة هدية تزوجنا افتحيها. أنا ما بدي هدية منك. صار لي فترة ناطر اللحظة. أي لحظة؟ اللحظة اللي أنا فيها حدك وبقدر ألمسك وأحس فيك. إذا بتريد بتمنى عليك بالأيام اللي جاية تحافظ على مسافة بيناتنا. نحن مزوجين قدام الناس وبس. كتير منيح. فإذا من هلأ ورايح رح تتصرفي أنت على الأساس. رح تلبسي الثياب اللي أنا جبت لك إياهم وتحطي المجوهرات اللي أنا قدمت لك إياهم وتهتمي ببيتي وبضيوفي وبكل حياتي. عم تفهمي سلمى؟ ما تكون مفتكر إذا عليت صوتك رح خاف. أنا بلبس اللي بدي ومن المصاري اللي أنا طلعتهم من عرق جبيني. ما بحياتي كنت عالي على حدا ولا هلأ رح أقبل كون. أما بالنسبة للاهتمام ببيتك فما تعتلهم. رح اهتم بتشوفك. بكرة الأيام بتبرهن لك. عظيم. ما بدي الناس يقولوا ما عم يهتم بمرته. معك ساعة تتكوني بالمطعم. ساعة سلمى. بعرف شو في شي بضحك هالقد اذا وقع الشاي عليني. عن جد بعتذر ابن عمي، بس مش عم بقدر اتخيل منظرك انت وراكد ورا سلمى ورا سليم بدك تكمش شي بموت ضحك. حتى اني اضطريت روح جيب له بنطلون. عم بتصلح اللي عملتيه؟ انت شو عملت صلحت؟ هلا في شي يا ابن عمي انا مش عم بقدر افهمه. كيف مرة بجمال ونعمية سلمى وما قدرت تعرف انها مرة؟
جمال ونعمية سلمى؟ انت لو بتشوف وقتها كانت سليم قديش كانت مبهدلة ومقلطة وبلا تهذيب. ما كنت بتلومني ابدا اني ما عرفت عنها بنت. كنت كتير حلو الليلة، عملت واجباتك على اكمل وجه، كسبت بيت. مش هيدا اللي طلبته مني؟ وان كنت مخبيه هالونوسه كلها. مين بيقول كنت سليم هذا الصبي الوسخ؟ كيف قدرت تجمعي بين الاثنين؟ ليش ما بتهتمي فيي مثل ما بتهتمي بمالك واهله؟ ليش ما بتبتسمي لي مثل ما ابتسمتي لهم؟ ما عم بفهم شو عم تحكي. ما تهربي مني، ما خلصت حديثي، ما تعملي مثل قرابتك. ما بريد تشبهني بزينة، أنا مش زينة. ليلة من الليالي خبرت بنت حلوة وناعمة ورقيقة، بس اختفت وراحت. لوين راحت؟ كيف فيني ارجع لقيها؟ كيف؟ بعتقد في اتفاق بيناتنا وانت مجبور تحترمه. شو اللي بيجبرني احترمه؟ انت اعطيتني كلمتك. بركي غيرت رأيي. اتكون مفتكر اني رح اضعف بعد مرة وارجع استسلم؟ اللي بيستسلم مرة بيستسلم 100 مرة. غلطان، لانه هديك كانت لحظة ضعف ومش رح تتكرر. مين هذا، سليم ولا سلمى اللي عم يحكوا معي؟ خبريني كيف بدك تقوميني؟ كيف؟ ما رح تقدر تقوميني كتير. اسمعيني سلمى، قد ما تكون ارادتك صلبة رح كسر لك اياها ورح تجي لعندي راكعة. عم تسمعي؟ راكعة. سلمى، سلمى، انت مرتي؟ بتعرفي شو يعني مرتي؟ وهيدي ايدك ما بتمديها على جوزك. شو بكي؟ شو في سلمى؟ عم تسأل؟ عامل حالك مش عارف؟ مش عارف شو؟ طلع وشوف. مين عمل هالشي؟ ما تكوني مفكرة انه انا عملت هذا الشي. لكن مين؟ مين اللي بيكرهني هالقد؟ ما بعرف. هذا الفستان اشتريته بمصرياتي. اشتريته انا وماما فدوى. كنت باينة حلوة فيه. كان بدي يكون حلوة كرمال. ولو هلا سليم ما بعرفه بيبكي كرمال الفستان. ما بحيته اهتم بمظهره. شو قصتك؟ شايف فيه غير سليم؟ أنا وصغيرة بحب التياب الحلوة. أمي كانت خيط لي فساتين وكانت تمشط لي شعري ليصيري الحرير. ماتت أمي وجد الحرب. فهمت بيي وخيب ايدي وخسرت خيب تاني بالأسر. صرت وحدي. بعدك لهلا ما فهمت اني تخبيت بسنين. بعدك لهلا ما فهمت انه كان مجرد دور لبسته. ليش مش قادر تشوف البنت اللي فيه؟
سليم بطل موجود. سليم ولا مرة كان موجود. ما في غير أنا سلمى.